الموضوع في البدايه ان هم اربعه ويندوز، يعني كل اربع فرق بيتجمعوا في بلد ويعملوا مجموعه. دي اول مجموعه. ثقه الاتحاد الافريقي في مصر وفي النادي الاهلي ليه؟ لان احنا لما عملنا القرعه بالتحديد يوم 12 في ابيدجان كان لازم يبتدوا البطوله، فمن وجهه نظرهم ان مصر هي اللي قادره في اسرع وقت ان هي تقدر تعد ملاعبها لاستقبال الحدث ده. فالحمد لله هناك شروط. البطوله جديده اسمها الافرو ليج، بيحاولوا بمنتهى القوه الاتحاد الافريقي ان هم بيقربوا من الان بي اي، بيحاولوا ان هم يحصل تمويل للفرق. الطريقه نفسها جديده، ان تلعب تصفيات منطقه خمسه او المناطق، وبعد كده الاول والثاني من كل منطقه يتجمع، وبعد كده يتعمل دور ال 16 بالطريقه اللي احنا شايفينها، وبعد كده دور الثمانيه ذهاب وعوده للبلدين اللي هم هيبقوا كسبانين، في الاخر الفاينل فور. الطريقه مشوار طويل، اي نادي علشان يقدر يصل للنهائي لازم عنده قوه فنيه عاليه وقوه ماديه عشان يستحمل المشوار الكبير ده. النادي الاهلي دعم الفريق بكل ما هو موجود في لائحه الاتحاد الافريقي، بيسمح باثنين لعيبه اجانب، جبنا اثنين لعيبه امريكان، بيسمح بلعيب من اصول افريقيه، الحمد لله جبنا اللعيب الثالث معاه جنسيتين امريكيه ونيجيري، بس نيجيري الاصل. فالنهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيدعم الفريق بكل قوته، بنأمل ان احنا نكمل مشوارنا وان احنا نكمل المشوار، ولو ربنا كرمنا ووصلنا للفاينل فور اعتقد ان احنا هنتقدم عشان نحتضن نهائيات البطوله دي، وربنا يسهل باذن الله. طبعا هو مجلس اداره النادي الاهلي كلف الكابتن جوهر نبيل رئيس للجنه المنظمه، وعلى طول كابتن جوهر نبيل غني عن التعريف، يعني عدد البطولات اللي شارك فيها كلاعب سواء اولمبياد سواء بطولات عالم سواء بطولات افريقيه، فكان الموضوع مش غريب عليه. فعلى طول شكلنا كتيبة عمل بتشكيل اللجان المنظمه ورئيس لكل لجنه وكل اللجان اللي هي موجوده، عايز اقول متمرسه بطوله واثنين وثلاثه واربعه، فالموضوع كان سهل. عايز اقول ان يوميا كان بيتم عمل لقاءات واجتماعات لمراجعه التكليفات والاعمال اللي مكلف بيها كل لجنه، والحمد لله يعني النهارده او امبارح في الاجتماع الفني يعني السكرتير العام بيسال لجميع الوفود هل في اي مشكله في الاقامه في التدريبات في المواصلات في الاستقبال في اي حاجه. الحقيقه ما فيش اي هفوه قد كده الحمد لله لغايه دلوقتي، وادي جميع الاشتراطات بالنسبه لارضيه الملعب كلها بالحرف الواحد معموله، وده اللي بنعمله تملي ان احنا النادي الاهلي تملي بيحب ان هو يظهر بالصوره اللي الناس كلها عارفاها عنه. واولا واخيرا ده بيرجع لمصرنا الحبيبه، ان احنا لما بننظم حاجه كويسه كلها دي واجهه مشرفه لبلدنا الحبيبه مصر.